خويا ما عندي تعليق لان هذوك المعلومات كل مره كتجي معلومه في شكل ثقيله ما ثقيلاش انا ما نتبعش داك الشيء. ف قانون غادي ياخذ مجراه الله يسمح لكل واحد. الفيديو ديالي تحيد من عند لا سوسيتي اللي مكلفه بلاشين ديالي، ما عرفتش شكون اللي حيدو، من بعد عاود رجع يعني غيان دو غاف. فصلت على المنتج ديالي بحال كاع الناس كيفاش كينفصلوا مع ناس كيخدموا معاهم. كنا كنخدموا اونصومبل واحد الوقت، هو عنده انشغالات كثيره بحكم انه عنده خدمه واحده اخرى، فهو كان كيدير لي انا بليزير في الانتاج ايتو، كان كيعاونني وجوردوي وقفت على رجليا، خلاني في الطريق كنضل صحيح، باقي صديق ديالي، باقي علاقتنا طيبه، وهادشي اللي كان. الطلاق ديال سنة كرود بحال الطلاق ديال اي شخصين كانوا عايشين اونصومبل ولا كانوا مزوجين، واحد الوقت تقاد الرزاق وصافي وكل واحد غيشق طريقه، ماشي نهايه العالم. انا ما كنقصف حتى شي واحد، انا ما عنديش علاش نقصف الفنانين، ما عندي مشكل مع حتى شي فنان، انا بعيد اصلا على الفنانين، في الفنانين اصدقاء يعدون على رؤوس الاصابع، فما كنظنش انني غنقصف شي فنان هالفال، فما كنظنش انني غنقصف شي فنان، لان ما عندي مشكل مع حتى شي فنان، وما كنظنش شي فنان عنده مشكل معايا. واش غنقول لك اخويا هذا من فضل الله، ولكن انا ما يمكنش نتقارن مع حنان الفضلي نهائيا، لان حنان الفضلي اسطوره الكوميديا في المغرب بشهاده الجميع، ويعني على العين تتعلى ما تعلاش على الحاجب، لانها كتبقى فنانه قديره، تقمصت بزاف الادوار، وانا من اكبر لي فانز ديالها. بالعكس يمكن ناخذ من عندها حوايج لان مبدعه، مي باش ننافس كساس وحنان او لاش حد اخر لا انا بعيد على هذا الشيء. انا كنت راسي طريقي بشويه عليا حويطه، انا بعيد على مجال المنافسه او المقارنه، يمكن انا عندي واحد الطريق ديالي بوحدي. كل واحد عنده مجاله، كل واحد كيبدع في داك الشيء اللي كيدير، الله يكمل على كل واحد، والله يعطي القوه لكل واحد انه يبدا، وانه لان ابخيتو حنا كنا كنخدموا للشعب المغربي وكنخدموا لهذا البيبليك اللي متبعنا واللي كيساندنا واللي كيشجعنا، فخاص شويه مني انا وشويه من حنان وشويه من كل واحد باش نعطي واحد الحاجه زوينه، واحد الفن راقي. هذا هو اللي كنتمنى على المغرب، ونحيدوا التخربيق ونحيدوا اشبال الفنانين ونحيدوا الناس التافهه، ونطرقوا الفن ونفرقوا علينا الحياه الشخصيه ديال عباد الله، شكون تزوج شكون نفس شكون ولد شكون حمل شكون عاقرة شكون اللي ربات شكون اللي حملات شكون اللي حطات شكون اللي خرقات. نو فرانشمون بارك علينا من هذا الشيء، والمعاطيه والشر ديال الفنانين دق عليا دق عليك، سا نوسيغ ابسولومون اغيان، لان اللي مشغولين مدينا في شغلهم، واللي ما عندهم ما يدار الله يعطيهم فاش يتلهاو.